تحت شعار الرياض تقرأ، تستمر فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 في حرم جامعة الملك سعود وسط إقبال لافت من محبي الثقافة والأدب والشخصيات الفكرية المرموقة. ونجح المعرض في خلق منصة تجمع بين تنوع الثقافات والتقاليد الأدبية المختلفة. التفاصيل مع مفادة مركز الأخبار الزميلة ريم جناحي من الرياض. في أجواء تعكس التنوع الثقافي الغني الذي يجمع بين الأصالة والابتكار، جمعت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 بين الثقافات المختلفة والتقاليد الأدبية المتنوعة، ليقدم المعرض مزيجاً من الفعاليات الأدبية والفكرية والفنية التي تلبي اهتمامات جميع الفئات العمرية. يشارك مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء في معرض رياض الدولي للكتاب عام 2024 بجناح خصص بشكل يعني محدد على مسابقة أقرأ في دوراتها التاسعة وبرنامج إثراء للقراءة. نحاول في هذا الجناح أن نعرف الزوار الكرام بنشاطات إثراء المختلفة، ولكن نركز كثيرا على برنامج القراءة اللي أصبح الآن في دورتي الأخيرة. نحن في الدورة التاسعة، لكن من الدورة الثامنة وهذه الدورة التاسعة صارت المسابقة مفتوحة لكل القراء والقارئات في العالم العربي. المانجا أو فن المانجا هو فن أو كلمة معناتها رسوم أو القصص المصورة. الفن هذا بدأ من زمان وله تاريخ عريق جدا. اليوم احنا كمانجا العربية قاعدين نشتغل على خطين، هو خط إنتاج المحتوى الأصلي اللي فيه نراعي فيه قيمنا أو مستمد من قيمنا ومبادئنا، بالإضافة إلى الأعمال اليابانية الأصلية اللي احنا نعيد ترجمتها للغة العربية وبشكل رسمي نأخذها باليابان، ثم ننتجها على خطين، خط مانجا العربية للصغار ومانجا العربية للشباب. شهد المعرض إطلاق مؤسسة التراث كتابا مرئيا عن حياة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يجسد في محتواه إنجازات خادم الحرمين الشريفين بأسلوب فريد يجذب الانتباه. كما خصص المعرض ممرا تكريميا للشاعر الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن الذي ترك بصمة عميقة في الشعر السعودي. وفي إطار تعزيز التراث الوطني، احتفل معرض الرياض الدولي للكتاب بإطلاق عام الإبل 2024. هذا الحدث يسلط الضوء على أهمية الإبل في الثقافة السعودية عبر عرض كتب ومنشورات متعلقة بتاريخ الإبل وأدوارها في المجتمع السعودي. كما تم تقديم برنامج خاص تحت عنوان الرياض تقرأ الفرنسية، يعكس التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية. هذا التعاون يأتي من أجل تعزيز التبادل الثقافي واللغوي بين السعودية وفرنسا والإثبات قوة القطاع الثقافي والصداقة بين البلدين. من بين الكتب والفعاليات، جمع المعرض بين ماضي المملكة العريق وحاضرها الثقافي الزاخر ليتحول إلى مساحة تفاعلية تثري الزوار بتجارب فريدة تجمع بين القراءة والفن والتراث. ومع استمرار فعاليات المعرض، يظل الحدث وجهة ثقافية مميزة لعشاق الكتب والأدب من مختلف الأعمار. من الرياض، ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.